شارك سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالحلقة النقاشية الافتراضية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع STC البحرين، حيث تضمن الحوار الافتراضي مجموعة من الموضوعات المتعلقة بمستقبل التحول الرقمي الذي يأتي في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وخلال الحلقة أكد سعادة الوزير أن مملكة البحرين خاضت تجربة انتعاش قطاع التجارة الإلكترونية خلال هذه الفترة الاستثنائية الماضية، والتي تعتبر الفرصة الأكبر للقطاع للتطور السريع لمواكبة التغير في أنماط الاستهلاك، وأن هناك العديد من الفرص الناشئة خلال هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم، والتي تتمثل في توفير التكنولوجيا كحلول بديلة للطرق التقليدية. وأكد الزياني أن الوزارة تتطلع إلى زيادة الثقة في التجارة الإلكترونية المحلية والتعاملات التجارية الإلكترونية، وبهذا الصدد تم إطلاق استراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية في البحرين، والتي تهدف لخلق بيئة متكاملة للتجارة الإلكترونية وجعل مملكة البحرين المركز المفضل للتجارة الإلكترونية في المنطقة. وأضاف أنه تم مؤخرا تدشين مبادرة المجمع الإلكتروني التي تم إطلاقها في شهر أبريل الماضي دعما ومساندة من الوزارة للقطاع التجاري.